انترفيو. مصريين مصريين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. شاكيب بن مصطفى عضو مكتب التنفيذي كونكت، مرحبا بك. شكرا لك. عسلامة وسام، شكرا على الاستضافة. مقياس في دورته السادسة، باغومتر نتاع صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في كلمة، ممكن فريمون في 10 ثواني الفكرة. ستة دورات يظهر لي استانسنا بها، احنا كل عام قدموه في اكسبريس اف ام في كلمة. شنو اكزاكتومون ولا اوبسيرفاتوار اليوم، على خاطر كتبت على 6 سنين ورا بعضهم، جي تسأل أكثر من 500 مؤسسة على الوضعية نتاعهم، على الاقتراحات نتاعهم، وبالاخص هما اللي يتكلموا ويقول لك شنو الوضعيه، معناتها لا هي دراسه نتاع خبير لا حتى شيء، هما المؤسسات اللي يشخصوا الوضعيه نتاعهم، المؤسسات الصغرى والمتوسطه. وكي تعملها على ستة سنين كيما هكاك في مقياس، يبقى عندك صوره واضحه، على خاطر تعديت على الكوفيد، حرب اوكرين اتسيتيرا، دونك ترى كيفاش من عام لعام الوضعيه نتاعهم تتحسن والا السو ديغراد جوستومون. اعطينا سنه بالنسبه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه. سنة الوضعيه ماهيش لك الكل. اش معناتها ماهيش لك الكل؟ معناتها كي تجي تشوف من ناحيه التسويق، التسويق وهما بالاخص على السوق الداخلي، المؤسسات الصغرى 87% منهم ما يخدموا كان على السوق التونسي، فما كان 13% اللي يعملوا تصدير، دونك هما ما يخدموا كان على السوق الداخلي. ترى السوق الداخلي القدره الشرائيه بتاع الناس نقصت، المؤسسات نتاعهم الكليونات التريزوري نتاعهم تعبت، واللي يخدموا على لي مارشي بيبليك لا حدث ولا حرج، اي دونك هذوما اوتوماتيكمون وضعيتهم انهارت شويه. تجي تشوف التمويل زاد كيف مسكر برشا، وضعيتهم الماليه تعبت بك الكوفيد والحرب نتاع اوكرين ما رجلش برشا الوضعيه. دونك تجي تشوف زاد كيف ال المحيط نتاعهم، محيط الاعمال نتاعهم اللي جبايه زادت، السي ان اس اس دو بلوز ان بلي كومبليكي، البيروقراطيه في هالثلاث سنين الاخرانيه في عمر ما تتسهل زادت صعبت، دونك اوتوماتيكمون المحيط العام ماهوش متفائل ليهم، وهذيك هي الوضعيه في كلمتين. دونك هذا اللي يقولوه هما، نذكروا انتم تسالوهم اكزاكتومون، فوالا هذا اللي يقولوه. احنا باش نمشيو، احنا حابين فريمون نعطيو ان بريامبول باش نمشيو مع فقره فوكس كليون مقاس عادي، ثم باش نرجعوا بعد اخبار 8:30 باش يلتحق بنا في دقيقه قبل ما يدخل. دونك خلي بالنسبه لي بي ام او نسكروا، بعد باش نحكيو تي بي او باش نحكيو زاد جونغ، فما ابروش جونغ عملتوها سي انتيريسون، تفهموا البيرسيبسيون بتاع لي فام شيف دونتربريز هكا. عملتوا فوكس، فهمت فوكس بتاع السنه. بالنسبه لي بي ام او، دونك شو كمل فما شو يقولوا على مستوى الموارد البشريه مثلا، حكيت لنا على مستوى الموارد البشريه. أنا حكيت الموارد البشرية هو اللي غوسو مودو البي ام او كل عام بين اللي خرجوا بين اللي دخلوا فما أقل شوية من زوز أشخاص، معناتها شخص ونص أون موين باغ بي ام او اللي دخلوه ويستوطبوه، اللي هي مش حاجة كبيرة دون لابسوليو، أما كي تجي تشوف عددهم، خاطر راهو ما ننساوش اللي 99% نتاع هما يقولوا 98.5% نتاع المؤسسات التونسية سي دي بي ام او، في 99% نتاع المؤسسات التونسية دي بي ام او، دونك كي تضربهم في 99% لو بوتونسييل دو ريكروتمون نتاع لي بي ام او اي بوكو 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 أهم برشا بالمؤسسات الكبرى. اور لي بوليتيك بيبليك ماهمش يهتموا فيهم برشا. الحاجه الاخرى هو اللي بالاخص في قطاع الخدمات نلقاو اللي بالاخص في الاطارات لي بي ام او في المؤسسات الصغرى والمتوسطه في قطاع الخدمات دخل اسونسيلمون اطارات، اي دونك ماناش قاعدين نراو في سياسات بتاع الدوله مخصصه للمؤسسات من الحجم هذا. علاش؟ على خاطر البيروقراطيه نتاع الاعانات اللي موجودين بور لو ريكروتمون دي كادر ما تتلائمش للي بيتيت اي مايد انتربريز، وفما بوتونسييل كبير كيما هكاكا اللي ماناش مالوغوزمون قاعدين نستعملوا فيه. حاجه اخرى قاعدين نراو كيف في حكايه الريكروتمون، اللي فما اكثر من 30% نتاع المؤسسات اللي يحبوا يدخلوا ناس وما همش قاعدين يلقاو في لي بروفيل اللي قاعدين يلوجوا فيهم. إيه هذايا فيكو في قطاع الخدمات إلي أنكور بلوز امبورتون، يلزمنا نربطوها بحكايه هجره الادمغه ولا في دي سيرفو اللي قاعدين يصيروا، اللي الامباكت نتاعهم قاعد واضح، على خاطر راو فيها 3 سنين الفارته كل عام الصعوبه باش نلقاو الاطارات في قطاع الخدمات ماشيه وتصعب اكثر، ولو تو دو نون ساتيسفاكسيون في لي ريكروتمون ماشي يتزاد. هذوما ارقام.
هذو ارقام وذي باغوميتر في عديد نقاط باش نرجعوا له بعد اخبار 8 ونص. قبل ما نمشيو قيس عادي حضر بحضنا سافي سا بو فيغ ترانزيسيون كون ميم باش نحكيو على الغولاسيون كليون والعلاقه مع الحلفاء. بالنسبه للبي ام هذوما شو يقولوا لكم كي تسالوهم باغ كونتر المستقبل كيفاش يغزروا له؟ اي با اون فا فو سيربروند اكثر من 60% نتاع لي بي ام او بين 60 و70% يقول لك انا متفائل للعام الجاي، معناتها يجي يعطيك ان تابلو نيجاتيف 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 على الاخر، ومن بعد تقول له اسكو انت متفائل للعام الجاي؟ اكثر من 60% وهذا مش عام ناول ولا ولد عام ناول، على الست سنين تلقى بين 60 و70% يقول لك لا 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 راني متفائل للعام الجاي والعام الجاي خير. طبيعه الانسان بتاتر وطبيعه الانتربرونور لازم يكون متفائل، كان مش متفائل يسكر نو؟ ما كانش راهم سكروا، ما كانش راهم سكروا. كان لازم يكون متفائل، هذا مش معناتها انه فما ما يدعو للتفائل. معناتها. مي ليتا ديسبري بون. ليتا ديسبري بون الحمد لله. بون ما نعرفش فما ما يدعو دافير مش معناتها نقول ما فماش معناتها حبيت جو نيونس مش معناتها فما ما يدعو دافير ولكن هما متفائلين خاطر سي نورمال اكزاكتومون سي نورمال ريزيليونس دوبي 2011 اذا هو معناتها لازم لازم استنسنا او عندك عين على انتربرونور نطق دوك استنسنا في الاوف سي شكيب عنده حتى التفسير انثروبولوجي معناتها اكزاجير قال لي تربينا هكاك معناتها بالعوج تربينا بالعوج دونك كي نلقاو احنا فيه بون سافا اون جير جوستومون خلينا نمشيو نشوفوا شويه جيسبيغ مش عوج كوتي غولاسيون كليون شويه زيد.